زين، عملية اغتيال طارق عزيز في الجامعة المستنصرية كان تخطيط المنظمة أم تخطيط الشخص اللي قام بها سمير علي؟ لا، في الواقع هو سمير نور علي كان عضو في منظمة العمل، والهدف من العملية هي غزوهم في عقر داره. صار رسالة للنظام أنه نستطيع أن نصل إليك. استهداف طارق عزيز لأنه الرابط بين النظام العراقي والصهيونية العالمية. هذا دور في النظام البعثي، شخصية خطرة. طارق عزيز كان الرابط بين نظام البعث وابن أخته أو ما يرتبط وبين الكيان الصهيوني، رافائيل الذي هرب بطائرة ميك عراقية إلى إسرائيل معروفة في الثمانينات. زين، كان المخطط طارق عزيز أم أنه لا، الأحداث تقول كان المخطط أن يأتي صدام حسين إلى المستنصرية؟ في كلام أنه استبدل في اللحظة الأخيرة صدام حسين مكانه كان طارق عزيز، بس بالنتيجة هو لشخص مهم في النظام يجب أن يعاقب. لكن المنظمة بشكل رسمي هي من تدعي قيامها بهذا العمل. نعم. من خلال أحد عناصرها اللي هو سمير علي. نعم.